وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية. سيد جمال، بعد التحية، لماذا برأيك تتعمد السلطات في قطر هذا النهج العدائي ضد بحارة آمنين يخرجون لطلب الرزق، علما بأن البحارة تنتهك جميع حقوقهم ويتم اقتيادهم لسجون مزرية كما شاهدنا في التقرير؟ أولا أمسي عليك بالخير وعلى السادة مشاهدي قناة البحرين، وأشكركم لتحتكم الفصلي للقاء الضوء على هذا الموضوع الحقيقة الحساس والمهم. في الحقيقة يعني نحن لا نستقرب من النظام القطري مثل هذه الانتهاكات الصارخة ضد الصيادين البحرينيين وضد الآمنين من أخواننا الصيادين. طبعا نستغرب أو لا نستغرب، هذا أمر يعني لا نختلف عليه، لأن النظام القطري عودنا على مثل هذه التصرفات العدائية والتصرفات الغير مسؤولة. طبعا النظام القطري ضرب أخواننا الصيادين في أرزاقهم، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف للأعراف والعادات والتقاليد الخليجية. أضف إلى ذلك بأن النظام القطري بتصرفاته هذه الرعناء خالف اتفاقيات دولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 لعام 2007 بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك. يعني منظمة العمل الدولية احفظت حقوق الصيادين وهيئت لهم كل السبل لحماية حقوقهم وحماية أنفسهم ضد أي اعتداء، وعطتهم الحرية الكاملة في التنقل والصيد في المياه سواء الإقليمية أو المياه الدولية أو المياه حتى في مياه الدول الأخرى، لأنهم صيادين يقتاتون من هذه المهنة. أضف إلى ذلك بأن النظام القطري خالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت عام 1958، وهناك اتفاقية أخرى عام 1960 في القرار رقم 2749 دال على 25، وكذلك صدر قرار آخر من الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1970. يعني كل هذه الاتفاقيات الدولية حافظت ويعني ضمنت حقوق الصيادين وتنقلهم عبر الحدود وتنقلهم بين الدول. فبالتالي أعتقد بأن النظام القطري ضرب كل هذه الأعراف سواء الشرعية الدينية العادات والتقاليد والاتفاقيات الدولية، وهذا ليس بغريب طبعا على النظام القطري. نعم. أنه يعني ينتهك الأعراف وينتهك الحرمات. نعم. وينتهك كذلك الاتفاقيات الدولية، وطبعا نحن نناشد. نعم أستاذ جمال، ما هو تقييمكم لحجم الضرر الذي سببته هذه السلوكيات المهينة ضد بحارة البحرين؟ طبعا الأضرار كبيرة، هناك أسر تعتمد على هذه المهنة، مهنة الصيد. هناك في الحقيقة أناس كثيرين في البحرين، يعني لو علمنا بأن معظم الصيادين البحرينيين هم صيادين محترفين، يعني ليس لديهم أي دخل غير هذه المهنة، ويعيلون أسرهم ويعيلون أولادهم، وكذلك عليهم التزامات سواء التزامات مادية أو التزامات معنوية. فبالتالي أعتقد أن الضرر كبير جدا على هؤلاء الصيادين، وعلى النظام القطري أن يراعي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الفقراء، كلهم فقراء، يعني ليس لديهم إلا هذا، يعني هذه المهنة التي يقتاتون منها. نعم. فبالتالي أعتقد بأن حماية هؤلاء الصيادين أخواننا الصيادين البحرينيين واجب خليجي وليس واجب بحريني، يعني على دول مجلس التعاون الخليجي أن تضحت لهذا النظام وتصرفاته الغير مسؤولة ضد شعب البحرين وضد الصيادين البحرينيين. نعم السيد جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.